اهلا وسهلا فيكم متابعينا ومشاهدينا، ويسعد اوقاتكم بكل خير بكل محبه. حلقه جديده من برنامج بانوراما الخليل، ومثل ما جرت العاده احنا واياكم كل حلقه بنسلط الضوء على موضوع معين في محافظه الخليل. اليوم ومن خلال هاي الحلقه رح نتعرف احنا واياكم على فنانه اشتغلت واسست شغلها الخاص في مكان حاولت انها من خلاله تظهر عملها، ومن خلاله كمان صار لها مصدر رزق بتقدر انها تبيع منتجاتها واعمالها الفنيه. ولكن العمل الفني اللي عملها بتشتغل فيه هو عمل فني مختلف، وهو الرسم بالايد، عكس ما في البعض بيشتغل فيه. الرسم بالايد على الزجاج، على الجزادين، على يعني شغلات كثيره ممكن الواحد بحاجه انه يرسم عليها ويوثق عليها. لهيك خلينا نرحب بضيفة حلقتنا طبعا الفنانة تحرير عبدين. بداية يسعد اوقاتك، كيفك؟ يسعد اوقاتك بخير والله. يسعدك، اهلا وسهلا فيك يا تحرير. الله يسعدك. تحرير، يعني حاب اسالك بالبداية، مين هي تحرير؟ تحرير عبدين، عمري 22 سنة، تخرجت من جامعة بوليتكنيك فلسطين بتخصص ملتي ميديا وصفات متعددة. تحرير بتحب الفن كثير، من وانا صغيرة بحب مجال الفن، بحب الأعمال الفنية بشكل عام. كنت أهتم بالمدرسة كثير بالأعمال الفنية. طبعاً بعدين حبيت أختار تخصص كثير يناسب هذا مجال الشغل، يمكن صح ما تعلمتش في مجال الرسم على الزجاج، بس كثير في أشياء علمتني كيف أبلش بالرسم، كيف أستخدم المواد، كيف أمسك الريشة. مثلاً رسم على التنقيط تعلمنا كثير إنه في تحدي هو. كيف بدك ترسم شغلة تخلصها بوقت معين، كيف تنجزها بالدقة العالية. كلها أيام الجامعة صح؟ هذه كلها أيام طيب الجامعة. لا إحنا بدناش في أيام الجامعة، أيام الجامعة ملحقين عليها نحكي فيها، بس بدنا نحكي أيام ما كنت طالبة في المدرسة. وهذا الكلام طبعاً بدنا نوجهه للطلبة والطالبات اللي عمالهم بيشوفونه وبيتابعونا. كثير بنسمع إنه في طلاب وطالبات بحبوا إنهم يرسموا، هوايتهم الرسم، ولكن ما فيش حدا يدعمهم. أنت كيف قدرت إنك أنت تدعمي حالك وتوصلي من مرحلة المدرسة للجامعة وأنت محافظة على الإشي اللي أنت بدك إياه وهو الرسم والفن؟ هلا الصراحة ما كنتش موهوبة يعني بمجال الرسم أنا، بس كنت أنا أحبه بشكل عام، أشارك بالمسابقات في المدرسة، مثلا أرسم رسمة صغيرة يعني الأهل يحكوا إنها حلوة، أبلش بشي خفيف. يعني الصراحة ما توقعتش أوصل لهذا المجال يعني، بس بعدين خطوة بخطوة. فيش واحد ببلش دائما بخطوة على السريع بينجح فيها، إلا ما يمر بمشاكل، شوية صعوبات، يمكن تحديات تواجهه، بس طبعا هذه الأمور وهذه التحديات هي بتوصله الإشي اللي هو بده إياه. فبعدين طبعا بعد دراسة الجامعة وبعد هذا عملت معرض، المعرض يمكن صار وصل التعارف بيني وبين الناس يعني بالجامعة، مثلا عرفوا من هي تحرير. بعد الجامعة بلشت بشغل خفيف، رسم على الإزاز يعني مش شيء كتير كبير. طبعا بدايتي كانت بس رسم على الزجاج، بعدها تطورت، بشترك مثلا إذا في مشاريع بالجامعة، إذا في أفكار معينة بحب أشترك فيها. طبعا هاي بتشترك كتير الواحد يعني، وهي شوي شوي بطور من حالي. الله يوفقك. يعني احنا موجودين الان في المتجر الخاص فيك، هو متجر صغير ولكن الفكره عجبتني كثير، وهو انه متجر ولكن يعني التواصل مع الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من انه يندلوا على المكان اللي انت موجوده فيه صح؟ طب منين اجتك الفكره انك انت كمان تسوقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف بلشت الفكره انك انت تسوقي الرسم، وكيف كانت رده فعل الناس في البدايه؟ هلا طبعا اكثر شيء بشهر المشروع خصوصا الايام هذه، او اللي بده يعمل مشروع صغير مش راح من اولها يفتح محل مثلا. طبعا انه مش راح ينشر الا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. حاليا كل اي حد بده ينزل شيء، بده يعرض اي حاجه، طبعا وين بنزلها؟ دائما على مواقع التواصل الاجتماعي. فبالبدايه عرضت، كانت شغل كثير خفيف، ما كانش يمكن كميه ناس معجبه كثير بهذا الشغل، بس كنت برضه اوصل يعني الناس مثلا تطلب طلبيه انزل اوصلها، بس برضه كثير كانت غلب علي، يعني بتكون مثلا طلبيه كثير صغيره مش مستاهله اني انزل اوصلها. فاجت فكره هيك زي محل صغير، قلت بصير ارسم فيه والناس تجي تسلم فيه. طبعا موقع اتوقع مناسب للجميع، بيقدروا يجي يستلموا من عنده انه قريب على البلد. انه توفرت حالك بدل ما انت تروحي خلص. توفرت حالي بدل ما انا اصير اروح وانزل، انها الناس تجي لما تطلب عن طريق الفيس يا يعني عن طريق المشغل. وبيجوا طيب يعني كيف اهلك في البيت بتصرف معك بعد ما انت انجزت هالانجاز، او كيف نظره اهلك؟ انا حابب كمان اشوف يعني عن جد كيف انه شافوا تحرير بدايه كانت شوي مش عارفه ايش بالضبط مجال فنها، بعدها قدرت انها تخصص حالها في إشي يعني صار منه مصدر رزق ومنه فن. يعني هو طبعا الواحد مش راح يمشي بمجال شغله اذا ما كان في ناس بتدعمه. يعني الداعم الاول بالاخير بالنسبه لي هم اهلي.
يعني قبل ما افتح محل فكره التوصيل كثير كانت مغلبتي، بس انزل مع بابا اوصل او انزل مع حدا اوصل. بعدين فكره المتجر كثير كانت حلوه الصراحه، انه فكره محل صغير دعم كثير كبير بالنسبه لي. فتره المعرض كثير انبسطوا بهذه الامور، كل ما اشارك بخطوه صغيره بتكون فرحه، قبل ما تكون لي بتكون فرحه طبعا لاهلي. وبالاخر طبعا فيش واحد بدعموه اكثر من اهله، اكثر من امه، اكثر من ابوه. اكيد ان هم الدعم الاول والاخير بيكونوا لإلك. اكيد في كثير من الشباب والصبايا في الايام هاي بتلاقيهم قاعدين وعاطلين عن العمل، صح؟ صح. أكيد. بتلاقي انه بيحكوا لك فيش فرص عمل، بالضبط. ما فيش إلنا مجال، بتخرج من الجامعه وبقعدوا. ولكن انت يعني انا بيعجبني التصرف اللي مثل ما انت بتتصرفي فيه، يعني بتشتغلي على موضوع انك انت تساعدي حالك من حالك ويكون لك مشروعك الخاص، مشروعك اللي انت بتقدر انك تحكي انه انا تحرير. منين اجتك الجرأة كمان انك انت تبلشي فيه؟ يعني اكيد في ناس كثير بقول لك شو بدك فيه، كثير من الصحبات ممكن حواليك متعب، عشان متعب وطويل بده وقت وصبر جهد وبدك تصرفي على حالك. وقليل بتلاقي الشباب والصبايا اللي بيعملوا مشروع هم يصرفوا حالهم منه، مشروعهم الخاص. صح. كيف قدرت انك تمشي فيه مشروعك الخاص بالذات؟ هلا بعد ما تخرجت ما لقيتش بمجال شغلي وظيفه. هلا طبعا اهم شيء الواحد لما يجي يختار يدرس يختار شيء هو بحبه مش اللي حواليه بحبوه، لانه بالاخر التخصص بيفيده هو مش راح يفيد اللي حواليه. ولو مثلا ما لقاش شغل بعد مجال تخصصه، اذا عنده مثلا موهبه مش شرط تكون رسم طبعا، يعني يمكن التعامل مع الناس هاي الحاله بتكون انها فن. اكيد. فيمكن التعامل مع الناس يلاقي مشروع هو بيقدر يناسبه. يعني مثلا قبل ما ارسم درست رياض اطفال. انا يعني قبل سنتين كنت ادرس رياض اطفال وانت بس في الجامعه. بعد الجامعه درست دبلوم بس. آه. بعد الجامعه درست رياض اطفال، بس برضه هذا المجال كثير يعني يمكن راح تحكي انه شو جايب الرسم لرياض الاطفال، بس يمكن التعامل مع الاطفال انه كيف صرت لما ارسم اشياء اختار مثلا الاطفال الوان معينه. البهجه تكون موجوده فيها اكثر من الالوان والاشياء للكبار مثلا. هلا برضه من خلال رياض الاطفال تعرفت على ناس برضه هم خلوني افتح هذا المعرض او اعمل المعرض اللي انشر منه على الناس. فالواحد ما يقاس يعني من اول خطوه مثلا ببلش فيها بيحكي لا انا اشتغلت مثلا برياض اطفال مش راح انجح بحياتي، خلص كانت موهبه عندي كنت اشتغل برياض اطفال وبعدين مثلا اروح ارسم مجال الازاز لما كان خفيف بالبدايه، بعدين طورت من حالي لغيت هاي الفكره عاود قلت خليني اهتم بموهبتي. يعني يعني اللي عنده موهبة منيحة لازم يهتم فيها الصراحة يعني ويطورها. لأخذ مشروع كتير مميز، بحب دائما الأشياء اللي عملها تكون مميزة مش موجودة يمكن بالخلية. يعني إحنا شايفين إشي كتير رائع. ولفت انتباهي شغلة إنه أنت ما بتستخدم الكمبيوتر من مرة، كله في خط الإيد. يعني إحنا عمالنا بنشوف شغل، بدك تعرفين على شوي الشغل اللي موجود. وأنت حكيتي إنك ضفتي شغلة تانية اللي هو الجزدان. صح. إنك ترسم عليه. كيف تجيك التركيز وكيف قديش بتقعدي لما ترسمي؟ هلا هذا الشغل الحلو فيه إنه جدا مميز والدقة اللي فيه برضه جدا عالية. يعني كثير في ناس بتفكر إني بطبع مش بعمل كل إشي بإيدي، وكثير حب ابتعد عن الكمبيوتر ولا اقرب عليه بالمره. لو من هون لو من 10 سنين باخذ طلبيات على قدي انه اقدر انجزها. يعني صح بتاخذ وقت كثير بس بحب يكون دائما يدوي. كثير بيحكوا لي في مثلا ماكينات بتنفع ترسم عليها رسمه وتكرريها على اكثر من شغله، بدل مثلا ما ارسم فنجان زي هيك يكون مثلا 12 واحد ارسم رسمه واحده واكررها عن طريق الكمبيوتر. بس انا معني يكون شغلي يدوي كثير، مش عارفه يعني انه في يمكن حب اكثر. يعني لما يجي حدا ياخذ هديه بكون خلص بالضبط انه يدويه ومتعوب عليها. بالضبط يدويه متعوب عليها لها معزه خاصه. يعني يعني كثير بيحكوا له مثلا بعد ما ياخذوا الهديه بيعطوها للصاحب مثلا او لصديقه او لحدا معين قديش كميه الفرح يعني خاصه لو شغل يدوي. والافكار الجديده برضه اللي عملتها لي زي هيك رسم على الجزدين هذه يعني خلال اسبوع تقريبا. هذه فكره في افكار كثير طبعا يعني. وفي كمان حب ارسم على شنطات للاطفال، شنطات البيبي، شنطات المدارس. يعني طبعا لسه لقدام هاي الافكار كلها بتجي. في مثلا رسم على البرادر، رسم على القماش، هاي كلها خلال الفتره هاي يعني بعد ما فتحت المحل اجتك الافكار. بالضبط. لانه اللي برضه اللي بده يفتح محل مش راح يضل قاعد بس على فكره واحده، لازم يكون في افكار كثيره قدامه. وشوفي مجرد انه الواحد يفكر برا الصندوق انه يقعد يتخرج من الجامعه ويستنى الوظيفه مش راح تجي. فالواحد لما يبلش يدعم حاله. بالضبط. فالواحد لما يبلش يشتغل، وهي اللي احنا بدنا نوصل الهدف من خلال لقائنا معك، انه اللي بده يبلش باي شيء مش لازم انه يستنى، لا لازم هو كمان يبادر يفتش لحتى يلاقي. بالضبط. فاكيد انت فتشتي وتعبتي ودورتي كثير لحد ما لقيتي وطلعتي بالافكار هاي. فتشت وتعبت وقلبت بهالموضوع يعني اكثر من مره بحكي خلص القصه كثير صعبه خلص مش ضروري اكمل فيها. كيف تعاملتي مع المحبطين اللي في حياتك؟
والله الحمد لله لهلا فش محبطين من مرة. الدعم اللي حوالي يعني ما شاء الله كثير منيح يعني. يعني كإحباط يعني ما فيش حدا إحباط الحمد لله، بالعكس الكل بيشجعني يعني، حتى الزباين، في زباين صاروا عنده يعني زي خوات بالنسبة إلي. كل ما أعمل لهم شغلة مثلا دائما بيشجعوني، خلاص بيركنوا على مجال معين، يعطوني مثلا الفكرة ودائما أنا بعمل لهم إياها. فيش برضه أهلي يعني ما شاء الله عليهم برضه دائما داعميني، الأصدقاء دائما داعميني. يعني حاليا فيش إنه عندي إحباط قوي، يمكن هيك أفشل بخطوة معينة مثلا، رسمة بشغلة، رسمة بإشي، هذا بالنسبة للإحباط بس يعني. أما إنه مجال كبير أحبط فيه لا الحمد لله، يعني لحد هلأ ما في هذه الأمور. كل الاحترام، الله يوفقك. الله يسعدك يا رب. وسعيدين جدا بوجودنا معك أكيد. ويعطيك ألف عافية فعلا. يعني شغل كثير رائع طبعا، كله على الزجاج وعلى الأقمشة وعلى الجزادين، وكمان تحكي لي على كمان الباكيتات الخاصة في أجهزة التليفون كمان موجودة كمان بقدر انك فهذا كثير عمل مميز. قبل ما ننهي بدي أسألك، يعني شو حابة توصل تحرير؟ وين رايحة تكون كمان 4-5 سنين؟ هلأ حابة أطور من حالي كتير، أوصل لناس أكتر من هيك يعني، أقل ما فيها لو ما طورت حالي بعد 10-20 سنة، أقل ما فيها ما ألغي الفن من حياتي. يعني الفن مش شرط يكون بس رسام، يعني يمكن في أمور بحياتك جد بتكون هي عبارة عن فن، يعني كيف تتعامل مع الناس، كيف تقسم وقتك بحياتك. واهم شيء ما الغيش الفن من حياتي، يعني يمكن لو ما طورته كثير انه يكون الفن شيء اساسي بحياتي، لانه صراحه لمسه صرت حابه تكون موجوده باغلب البيوت، يعني انه كل الناس تطلبها، كل الناس تهتم بهذا الامر. حابه برضه لقدام يكون اعلمها، يعني لو بصح لمجال التربيه كمان ان اكون مدرسه بهذا المجال، يعني كثير فيش مانع كثير حلو هذه الامور يعلموها الاطفال. يعني ان شاء الله فيش حدا عنده طموح وبيكون في راسه انه يوصل له ما بيوصل له، هاي دائما قناعه انا بامن فيها وكل حدا لازم انه يامن فيها. شكرا لك، يعطيك الف عافيه تحرير. اكيد شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا. يعني تحرير هي نقدر نحكي مثال لكل شاب ولكل صبيه تخرج من الجامعه او حتى عماله موجود في الجامعة. مش شرط انك انت ترسم، ولكن شرط انك انت تحط في راسك شغلة توصل لها هدف وحرفة وظيفة اي شيء من خلاله انت تستفيد. لهيك بتمنى للجميع ان شاء الله دايما وابدا التوفيق، وبتمنى لطلاب وطالبات الجامعة دايما التوفيق والحظ الاوفر لهم في كل شيء في كل مجالات حياتهم. بنشوفكم بحلقات اخرى قادمة، وعلى امل انه نلتقي فيكم بشخصية اخرى وفي موضوع اخر. بتمنى لكم اجواء طيبة، الى اللقاء.